وبعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا نتابع الأخبار اللي حصلت أو اللي هتحصل النهاردة، واللي أبرزها مركز جسور بالكنيسة الأسقفية هينظم دائرة طبول، وكمان انطلاق 4 قوافل دعوية مشتركة من الأزهر والأوقاف إلى 4 محافظات، وأحداث تانية مهمة هنتعرف عليها في التقرير التالي. النهارده في مجموعه من الاحداث هتحصل على مدار اليوم. اولها هينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسه الاسقفيه نشاط موسيقي تحت عنوان دائره الطبول بالاشتراك مع المدرب جورج وهيب في كاتدرائيه القديسين الاسقفيه بالزمالك. هتنطلق كمان 4 قوافل دعويه مشتركه من علماء الازهر الشريف ووزاره الاوقاف ل4 محافظات في القاهره وشمال سيناء واسوان والبحيره، برعايه من فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر ووزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعه. النهارده كمان هيقيم الازهر الشريف احتفاليه كبرى بمناسبه مرور 1082 عام هجري على تاسيس الجامع الازهر اللي بيوافق يوم 7 رمضان من كل عام، بحضور فضيله الاستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الازهر وكوكبه من كبار علماء وقيادات الازهر الشريف. وهيقدم النهارده برضه مكتب الازهر لدعم الابتكار ورياده الاعمال انشوده انا ابن الازهر الحاني للطالب مشرف فتحي البنا من داخل الجامع الازهر، وده بمناسبه ذكرى تاريخ افتتاح الجامع الازهر الموافق 7 من رمضان. لعشاق الكره الاوروبيه هيكونوا على ميعاد النهارده مع المباراه الافتتاحيه للجوله 29 من الدوري الالماني. فريق شتوتغارت هيواجه بروسيا دورتموند الساعه 8:30 بالليل. وفي الدوري الإنجليزي هيكون ميعادنا مع المباراة الافتتاحية للجولة رقم 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهيواجه فيها فريق نيوكاسل يونايتد وولفرهامبتون الساعة 9 بالليل. وفريق أشبيلية هيواجه غرناطة في افتتاحية الجولة 31 من عمر الدوري الأسباني الساعة 9 بالليل.